تتقول لنا الوضعية السادسة، تزوج عبد القادر بعائشة في الكنيسة. تزوج عبد القادر بعائشة في الكنيسة، هذا راه بين أنه غير جائز، أنه حرام، حكم الحكم الشرعي غير جائز. علاش؟ التعليل علاش؟ لأن الزواج يكون حسب الشريعة الإسلامية. ولا بغينا نديرو التعليل على حسب التعريف اللي درنا في الأول ديال هذا الفيديو، غادي نقولوا لأن الزواج هو ميثاق ترابط وطن شرعي، شرعي بمعنى حسب الشريعة الإسلامية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.